السلام عليكم يا شباب، تمام. المرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت يا جماعة، كنا خلصنا الهاف ويف ريكتفاير، كنا وقفين على بداية الفول ويف ريكتفاير. احنا فهمنا من المحاضرة اللي فاتت ان دوائر الريكتفاير مهمة جدا في دوائر التحويل من اي سي الى دي سي، تمام. وقلنا وظيفة الريكتفاير هو ازاي داخل لي اي سي سيجنال فيها هاف سايكل بوزيتيف وهاف سايكل نيجاتيف، ازاي احولها الى وان بولاريتي، يعني هحولها كلها بوزيتيف بولاريتي او نيجاتيف بولاريتي. خدنا الهاف ويف، كان بيعدي الهاف سايكل البوزيتيف، يعدي النص الاولاني ده والنص الثاني ما عدوش، كان بيطلع لي اوت بكام؟ بزيرو. الفلو ويف النهارده هنشوف دوائر الفلو ويف ازاي، الفلو ويف ريكتفاير ازاي هيعمل كوندكشن لمده 360 درجه، يعني خلال البريد كلها هاخدها معايا في الاعتبار. السايكل الاولى هيعديها زي ما هي بوزيتيف اهي، اما الهاف سايكل النيجاتيف لا، هيبقى الاوت هنا بالايه؟ بالبوزيتيف برضه. يعني الفول اوفر فاير عدى البوزيتيف والنيجاتيف بس وان واي، بس في اتجاه واحد، يعني واحد البولاريتي وخلاها بوزيتيف. هو بيعمل كده ليه؟ عشان يعلي افريج فاليو، ان الهاف ويف مشكلته الهاف ويف كان بيطلع لي كده البوزيتيف بس اللي يعدي والنيجاتيف بزيرو ما بيعدوش، البوزيتيف هاف سايكل تعدي والنيجاتيف لا، فده كان بيطلع لي افريج قليل. الافريج كان تقريبا 32% او 31%، كان بيساوي في بيك. لو ده في بيك، لو ده في بيك يبقى كان بيعدي لي في بيك على كام؟ في بيك على باي. تمام، اللي هو قلنا تقريبا بيبقى 31% وكسر، يعني بيك على باي، ده رقم صغير. كنت عايز اعليه شويه، كنت عايز استفيد ان الجزء اللي هو في النيجاتيف ده ما هو ما يعديش وبالاو بزيرو، لا اعديه بس اخلي البولاريتي بتاعته بوزيتيف عشان اعلي الافرج فاليو البوزيتيف بكام. خلاص، فالفول اوفر فاير فعلا كل وظيفته بيعدي النص البوزيتيف زي ما هو، اما النيجاتيف بيقلبه لي ايه؟ بوزيتيف، يعني الاوتبوت هيخرج طول الوقت بالبوزيتيف، او واحد البولاريتي خلاها كلها في البوزيتيف. طيب الافرج فاليو هتزيد ولا مش هتزيدش؟ هتزيد، لان احنا قلنا الافرج بنقول ازاي؟ الافرج قلنا من كامل على سايكل كامله، هو بالنسبه للانبوت اللي داخل السايكل بكام؟ لو حسبت كده دي البريو بتاعتي، دي البريو بتاعتي تي، اما الفلو ويف في الاوت فين البريود؟ البريود قلت لك خد نقطتين متتاليتين متشابهتين، يعني في الانبوت بدايه الساين البوزيتيف اهي، وادي بدايه الساين البوزيتيف اللي ورا ايه؟ المسافه دي قد ايه؟ قلت لك دي تي، دي البريود. طب هنا خد نقطتين متتاليتين متشابهتين، دي بدايه الساين البوزيتيف اهي، ودي بدايه الساين اللي وراها، فلاقي البريود نزلت للنص اهي، ادي البريود اهي. هتلاقي كنت البريود هنا نص البريود اللي موجوده في الاول، يعني معاك كده الفريكوانسي يروح لايه؟ للدافع. عشان كده بقول لك اف اوت، الاف بتاع خارج الفلو اوفر فاير هو ضعف تردد الاف بتاعت الانبوت، يعني الانبوت ده لو داخل بتردد 50 هرتز، لو السبلاي عندي زي عندنا السبلاي عندنا الاي سي تردده في مصر 50 هرتز، هنا التردد هيبقى كام؟ 100. ليه؟ لان عارفين التردد الاف واحد على البريود، الاف
هو الفريكوانسي واحد على التي، صح؟ واحد على التي. فانا لاحظت هنا ان البريود نزل لمين؟ هنا البريود بدل ما كانت واخده 2 هاف سايكل، لا هنا بقت هاف سايكل واحده بس، تمام؟ فالبريود نزل من النص، يبقى الفريكوانسي يروح لايه؟ للدفع. عشان كده لو الانبوت سبلاي تردده 50 هرتز، الاوت هيبقى تردده كام؟ 100. عشان كده في قاعده كده في الفلو ويف، الفريكوانسي بتاع الاوت بتاع الريكتفاير او فلو ويف ريكتفاير تملي ضعف التردد بتاع السبلاي الانبوت اللي هو الاي سي انبوت اللي داخل. فلو داخل ب 50 يبقى الاوت هيطلع ب 100، لو داخل ب 60 هرتز هيطلع الاوت بكام؟ 120، تمام؟ طيب عشان نجيب الافرج بقى، عشان تمام عشان نجيب الافرج بقول بكامل السيجنال على سايكل واقسم على طول السايكل. فهنا اكني بكامل من زيرو لايه؟ من زيرو لباي، اكني بكامل من زيرو لباي واقسم على السايكل بتاعت اللي هي باي بتاع الساين. اعملها كده، عايز اتاكد يعني من النتيجه اهي، بتاع في بيك ساين سيتا. ساين سيتا كل ده دي سيتا. خلصها كده مع نفسك هتلاقي الافرج فاليو طالع كام؟ 2 في بيك على باي. اذا نفس القيمه بتاعت الهاف ويف بس اتضرب في 2. ليه اتضرب في 2؟ لان الاول كان هاف سايكل بصي بتعدي النيجاتيف، لا الاريا دي كانت بزيرو، لا ده الاريا دلوقتي اصبحت ايه؟ موجوده. فانا حتى لما اجي اكمل كان الاول البريد اللي بكمل عليها 2 باي واقسم على 2 باي، صح؟ وكانت موجوده بس في باي واحده والباي الثانيه الاريا بزيرو، لا المره دي بقى البريود بتاعتي باي بس وموجوده طول الباي. فلما اجي اكمل هتلاقي التكامل ده فعلا خلاص كده مع نفسك في البيت هيطلع كام؟ مش عليك الاثبات يعني اللي جت منين، فسيطلع الاوتبوت كام؟ الافرج فاليو 2 في بيك على باي، نفس قيمه الهاف ويف ريكتفاير، الافرج بتاع الهاف ويف ريكتفاير بس ضرب في كام؟ في 2. المحاضره اللي فاتت كان الافرج فاليو بتاع الهاف ويف ريكتفاير كان بيطلع في بيك على باي، المره دي 2 في بيك على باي. مثال على كده، لو قال لي ده الخارج بتاع فول ويف ريكتفاير، طب احنا لسه مش ماشي السيركت شغاله ازاي؟ بيقول لك لو عندي خارج فول ويف ريكتفاير بالشكل ده، تمام؟ اللي هي ويف البلارت بتاعتها بوزيتيف طول الوقت، تمام؟ والبيك بتاعها بكام؟ ب 15. طالب مني اجيب الافرج فاليو بكام؟ حتى الافرج فاليو بكام؟ الافرج قلنا بكام؟ 2 في بيك على باي. بعد ما احسب الكومه دي هطلع لي 9.55% اللي هو تقريبا 63. في الهاف ويف كانت النسبه دي 31 وكسر. يعني معنى كده ان الافرج فاليو اهي، لو جبت الافرج فاليو، الافرج فاليو قلنا ايه؟ بتخيل برما السيجنال واخده شكل ساين بص بتزيد وتقل لو هي كونستنت طول الوقت بحيث تدي نفس الاريا، يبقى الفي افرج دي تبقى بكام؟ الفي افرج دي بكام؟ الفي افرج دي هتطلع لي بكام؟ ب 9 فولت و55% اللي هو تقريبا 10 ايه؟ 10 فولت، تمام؟ الحكومه دي هتلاقي ضعف الهاف ويف، الهاف ويف كانت بتنزل تقريبا النص، دي ما كانش فيه فاكتور 2، تمام؟ يبقى الفول ويف ريكتفاير هيعدي لي سيجنال ليها سنجل بولاريتي، يعني يا اما كلها بوزيتيف يا اما كلها نيجاتيف، عشان يطلع لي افريج فاليو بوزيتيف. والميزه فيه عن الهاف ويف انه ضاعف لي قيمه الافريج ايه؟ فاليو. التردد بتاع السيجنال اللي خارجه من الفول ويف ريكتفاير ضعف التردد بتاع الاي سبلاي، تمام؟ طيب ايه السيركتس الدوائر اللي بتطلع لي او بتعمل لي فلو ريكتيفيكيشن؟ في دائرتين هناخدهم، اول دائره بنسميها سنتر تابد فلو ريكتيفاير، ده اول واحده. ليه سماها بالاسم ده؟ لو نحس كده الترانسفورمر اللي عندي ده البرايمري بتاع الترانسفورمر اهو، ده ترانسفورمر ده البرايمري بتاعه. سكندري بقى، افرض ان العدد اللفات بتاع سكندري مثلا 200 لفه، بيجي عند النص يعني بعد 100 ويوصل السنتر بالجراوند، عشان كده اسمها سنتر تابد فلو ريكتيفاير. يعني بيستخدم في ترانسفورمر اسمه سنتر تاب ترانسفورمر. سنتر تاب ترانسفورمر السكندري عند النص بالظبط بنوصله بالجراوند، فاصبح اقسم عدد لفات السكندري نص بالنص. يعني لو انا البرايمري اللي مدخله هنا اللي هو انا الفولت اللي داخل على البرايمري اسميه في برايمري اهو، لو ده الفي برايمري، الفي سكندري منين لفين؟ الفي سكندري من النقطه دي من هنا لهنا، صح؟ الفي سكندري ده كله اللي هو خد عدد الفك كلها، هو بقى منه عامل سنتر تاب في النص، يبقى قسم الجهد لجزئين، في سكندري على الاثنين، الجزء ده هو الجزء اللي فوق ده في سكندري على الاثنين اللي هو نيجاتيف
بوزيتيف اهو. لو انا فرض ان انا شغال في البوزيتيف هاف سايكل، لو انا شغال في النص الاول اللي هو البوزيتيف، يبقى البولاريتي اللي داخله نيجاتيف بوزيتيف في البرايمري. طب في السكندري يطلع كام؟ طبعا المفروض ده نيجاتيف برضك بوزيتيف اهو، ده السكندري كله انا قسمته لجزئين، قسمته لجزئين، يبقى هيبقى نيجاتيف بوزيتيف في سكندري على الاثنين، وهيبقى نيجاتيف بوزيتيف في سكندري على الاثنين. يعني قسمت الفولت لجزئين. ليه؟ عدد اللفات بتاع اسكندريه مقسمها نص بنص، لو هم 200 لفه يبقى في 100 فوق و100 تحت، فرق الجوده اللي فوق يبقى في سكندريه على 2، فرق الجوده اللي تحت في سكندريه على 2، والبلارتي بتاعته نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني لو جمعتهم هيطلع البلارتي كلها نيجاتيف بوزيتيف في سكندريه. تمام؟ عشان كده هو سماه سنتر تابد فلو ريكتفاير، او بنسمي الترانسفورمر ده سنتر تابد ترانسفورمر. تمام. المهم السيركت دي بعد الترانسفورمر هنعمل ايه؟ في طبعا الترانسفورمر بنستخدمه اللي المحاضره اللي فاتت، اما ايزوليشن عشان افصل دايره السبلاي او الاي سبلاي عن دايره الريكتفاير، عشان لو حصل اي مشكله في دايره السبلاي ما تاثرش على باقي الدوائر. تاني حاجه بستخدمه غالبا في الاي سي تو سي كونفرتر، بستخدمه في الكاسكيد داون، يعني مثلا يقول لي 10 الى 1 40 الى 1 50 الى 1، يعني بيقلل الجهد. تمام؟ للجهد اللي انا عايزه حسب الدي سي اللي انا عايزه جاي. المهم الدايره بتاعتي السيركت بتاعتي فيها اثنين دايتس، دايت باللون الاخضر اللي هو اسمه دي 1، دايت واحد، ودايت اثنين اللي هو باللون الاحمر ده. تمام. في الهاف سايكل البوزيتيف البولاريتي اللي داخله نيجاتيف بوزيتيف اهي، اتقسمت قلنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، نبص على الدايت ده اللي هو دايت دي 1، البوزيتيف داخل على ايه؟ اهو البوزيتيف ده، البوزيتيف ده داخل على الانود، والكاثود داخل على مين؟ على الجراوند. ما هو الجراوند دي نفس الجراوند دي، يبقى كان الدايت ده البوزيتيف واصل بالبوزيتيف بتاع الفي سكندر على 2، والكاس الانود واصل بالبوزيتيف بتاع الفي سكندر على 2، والنيجاتيف واصل بالنيجاتيف بتاع الفي سكندر على 2. يعني الدايت ده ايه؟ اون. هفرضه ان هو اون او فورورد بايست. ليه؟ البوزيتيف واصل على الانود والنيجاتيف واصل على ايه؟ على الكاسود. طيب نبص على الدايت، يبقى الدايت ده هنقول ان هو اون او فورورد بايست، هنشيله ونحط بداله كام؟ بطاريه 7/10، على اساس ان هو سيليكون، على اساس ان هو سيلكون. تمام. طيب بالنسبه للدايت الثاني، لو بصيت للدايت الثاني في البوزيتيف هاف سايكل، احنا قلنا اللي داخل نيجاتيف بوزيتيف، يبقى هنا هتقسم نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى هلاقي هنا ايه بقى؟ النيجاتيف بولارتي دي داخله على مين؟ داخله على الانود اهو. الدايت الثاني ده الانود بتاعه اللي هو سميه اي 2، وده الكاسيوم بتاعه اللي هسميه ايه؟ كي 2. ليه سميت 2؟ عشان اقول ده بتاع دايت 1 ولا دايت 2. طالما ده دايت 2 بنسميه انود 2 وكاثود 2. تمام. النيجاتيف داخل على الانود، يبقى الدايت ده ايه؟ وطبعا الكاثود داخل على الجراوند، الجراوند اللي هو ده يعتبر بوزيتيف، يبقى الدايت ده متوصل ريفرس بايس، النيجاتيف داخل على الانود والبوزيتيف داخل على الكاثود، يبقى الدايت ده اوف او ريفرس بايس، يبقى خليه اوبن ايه؟ اوبن سيركت. في مشكله؟ يبقى اثناء البوزيتيف هاف سايكل، ديورنج البوزيتيف هاف سايكل، هي دي اللي هو مثلا من 0 الى تي 1، من 0 الى تي 1، ايه اللي حصل؟ ها الدايد اللي فوق طبعا احنا قلنا داخل نيجاتيف بوزيتيف، يبقى ده هيبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، صح؟ الدايد اللي فوق داخل بوزيتيف على الانود فيبقى اون، اما هنا داخل نيجاتيف على الانود يبقى اوف. تمام. وقلنا الدايت اللي فوق هنشيل نحط بداله بطاريه 7/10 اللي هو البراكتيكال موديل. تمام. اما الدايت تحت هخليه اوبن ايه؟ اوبن سيركت. هو طالب مني اجيب الفي اوت خلال النص الاولاني ايه؟ ولسه هنشوف النص الثاني بعد شويه. اجيب الفي اوت ازاي؟ الفي اوت جهد النقطه دي اللي هو فرق الجهد اللي عن القامه دي، فرق الجهد اللي عن القامه دي بكام؟ عشان اجيب جهد النقطه بعمل ايه؟ بمشي من الجراوند لحد ما اوصل النقطه دي واجمع الفولتج اللي هتقابلني. طيب الجراوند ايه؟ لو انا مشيت من الجراوند دي، لو انا خدت الجراوند دي، لو انا خدت الجراوند دي نيجاتيف بوزيتيف، يبقى في رايز اهو، الفولت بيزيد من نيجاتيف بوزيتيف زيد، يبقى في سكندر على الاثنين، بوزيتيف نيجاتيف معناها 7/10 كده، وصلت للنقطه دي اللي هي نفسها هي دي. تمام. وطبعا الدايت ده لما يشتغل هيمشي التار ازاي؟ هيمشي التار كده، الدايت ده بيمشي التار في اتجاهه، يعني الدايت يخلي التار يمشي في المقاومه في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده. يبقى الكرنت ماشي من فوق لتحت، يعني اكيد ماشي من الجهد الاعلى الجهد الاقل، يبقى ده البوزيتيف بتاع الاوتبوت، يبقى ده البوزيتيف بتاع الاوتبوت، وده النيجاتيف، يعني الاوتبوت هيطلع لي ايه؟ ريلاتيف للجراوند هيطلع هو اعلى، قيمته كام؟
قيمه الفي اوت بتساوي كام؟ بتساوي في سكندري على الاثنين ناقص 7 من 10. او فعلا الفي اوت بتطلع كام؟ الجهد اللي على نص الفي سكندري اللي بسميه في سكندري على الاثنين وطلعت ناقص 7 من 10. ليه؟ قلنا عشان نجيب جهد الاوت بنعمل ايه؟ بنمشي من الجراوند، اعتبرت دي الجراوند اهي نيجاتيف، بص يبقى زد في سكندري على 2 بعد كده بوزيتيف نيجاتيف اللي هي البطاريه بتاعت الدايت ناقص 7 من 10. بعد كده وصلت للنقطه دي، ما هي النقطه دي نفس النقطه بتاع مين؟ الاوت. تمام؟ طيب نبص في النيجاتيف هاف سايكل بقى في النص الثاني، لو جيت مثلا من تي 1 الى تي 2، لو دي تي 1 ودي تي 2 اللي هو الجزء اللي احنا مزللينه ده، لو انا اشتغلت في النص النيجاتيف بقى في النيجاتيف هاف سايكل اللي داخله بتاعت الاي سي سبلاي اللي داخله على البرايمري، يبقى البولاريتي بتاع البرايمري هيبقى كام بقى؟ طب بالعكس انا كنت شغال نيجاتيف بوزيتيف في النص الاولاني، هنا بقى هتشتغل ازاي؟ بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف، ها يبقى الفي برايمري البولاريتي بتاعتها اتقلبت، يبقى هنا برضك ده هيبقى بوزيتيف وده ايه؟ ده السكندري كله هيتقسم جوه ازاي بقى؟ هيتقسم تحت بوزيتيف نيجاتيف يبقى كده بوزيتيف نيجاتيف عشان يجمعوا مع بعض يدي الفي توتال بتاع السكندري اللي هو تحت بوزيتيف وفوق ايه؟ نيجاتيف. تمام؟ طيب نبص بقى مع البولاريتي الجديده دي، الدايود ده اللي هو دايود واحد، الانود بتاعه اللي هو اسميه انود واحد، ده انود واحد، انود واحد اهو، وده كاسود واحد، وده كاسود واحد. الانود واصل بمين؟ واصل بالنيجاتيف بتاع الفي سكندر على الاثنين اهو، النيجاتيف ده واصل بالانود والبوزيتيف واصل بالجراوند، اكنه واصل بالنقطه دي، يعني اكن النيجاتيف بتاع الفي سكندر على 2 واصل بالانود والبوزيتيف بتاع الفي سكندر على 2 واصل بالايه؟ بالكاسود، يبقى الدايت ده ايه؟ اوف، يعني ريفرس بايست او خليه اوبن ايه؟ سيركت. يبقى الدايت اللي باللون الاحمر ده اللي هو دايت واحد في النص الثاني في النيجاتيف هاف سايكل، يبقى الدايت ده اوف. اما الدايت ده بقى، الدايت ده الانود بتاعته الانود واصله لمين؟ انود 2 واصله لمين؟ بالبوزيتيف، والنيجاتيف واصل بالجراوند اللي هو ده اللي هو النيجاتيف ده الكاسود، يعني يبقى الانود واصل بالبوزيتيف والكاسود واصل بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى الدايت ده ايه؟ اون. هشيل الدايت 2 واحط بداله بطاريه 7 من 10 بس اتجاهها البوزيتيف مع الانود والنيجاتيف مع الكاسود، هي دي بطاريه 7 من 10، في مشكله؟ طيب وعايز اعرف، طب الدايت اللي بالاخضر ده اللي هو الدايت 2 هيمشي التيار ازاي؟ قلنا بيمشي التيار في اتجاهه، يعني التيار هيمشي كده، التيار هيمشي كده، طب هيكمل ازاي؟ يروح اللود ازاي؟ هيكمل كده، هيروح اللود كده. حد خد باله من حاجه؟ الكرنت برضك ماشي من فوق لتحت، اخد مقاومه من فوق لتحت، اكيد ماشي من الجهد الاعلى اللي هو البوزيتيف، ما هو التيار بيمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل، يبقى اكيد فوق بوزيتيف وتحت ايه؟ نيجاتيف. ايه ده؟ يعني في النص الثاني في النيجاتيف هاف سايكل الدايت الثاني الدايت 2 هو اللي اشتغل والدايت 1 بقى اوف، ولكن دايت 2 لما اشتغل مشى التيار في نفس الاتجاه، يعني اللود داخل له التيار في نفس الاتجاه الاولاني جاي من فوق لتحت، معنى كده ان النقطه دي اعلى من الجراوند، يعني بوزيتيف، يعني الفرق الجهد هيطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. طب قيمته كام؟ عايز اعرف جهد النقطه دي بكام اللي هي الفي اوت؟ قلنا بنمشي من الجراوند ونجمع الجهود اللي هنقابلها لحد ما نوصل للنقطه دي. طيب الجراوند ايه؟ الجراوند ايه؟ انا هاخد الجراوند دي بتاع السنتر تاب، هاخد الجراوند دي لو مشيت منها نيجاتيف بوزيتيف يبقى زائد في سكندر على 2، يبقى كده بوزيتيف هيبين بوزيتيف نيجاتيف بتاع البطاريه يبقى ناقص 7 من 10. وصلت هنا، طب ما النقطه دي نفس النقطه دي، ايه ده؟ يعني في النص الثاني برضك في النيجاتيف هاف سايكل مازال ان الفي اوت بتساوي كام؟ الفي سكندر على 2 ناقص 7 من 10، ولكن اتجاه الكرنت في النص الثاني هو هو نفس اتجاه الكرنت اللي يمشي باللود في النص الاولاني، معنى كده ان الجهد طول الوقت تطلع بالايه؟ بالنص. يبقى في النص الاولاني الفي اوت طلعت نفس الفي سكندري على الاثنين، نفس الجهد اللي على نص السكندري ناقص 7 من 10، وفي النص الثاني بتساوي نفس الجهد اللي على السكندري على الاثنين، الفي سكندري على الاثنين ناقص 7 من 10 برضه، بس البولار طلع ايه؟ بوزيتيف. ليه طلع بوزيتيف؟ ان اتجاه التيار اللي داخل باللود ما اتغيرش. امتى يبقى البولار تطلع بنيجاتيف؟ لو اتجاه التيار ده اتغير. اما البولار ثابته لان اتجاه التيار اللي داخل اللود ثابت، بس مره جاله عن طريق دايود واحد في النص الاولاني، مره جاله عن طريق دايود اثنين في النص الايه؟ الثاني. عشان كده استخدم تو دايودز في الفول ويف، في تو دايود، اما في الهاف ويف كان في دايود واحد بس. تمام؟ طيب يبقى الفي اوت
تملي هتخرج في فول ويف اللي هو سنتر تاب في الويف ريكتفاير، الاوتبوت هيطلع قيمه الفي اوت هو نفس قيمه الفي سكندر على الاثنين، بس هطرح منها اللود اللي على الدايود اللي هو 7 من 10 اللي هو البارير بوتنشال بتاع الدايود. لو جه في مساله وقال لي نجلكت الدايود دروب او الدايود بارير هتشيل 7 من 10 دي تعتبرها بكام؟ بصفر. بس طبعا ما قالش خلاص احنا شغالين تملي الديفولت بتاعنا اللي هو البلاكتيكال موديل، يعني الدايد اللي شغال الفورورد باست او اون اشيله احطه بدل البطاريه 7 من 10 تمام؟ طيب يبقى البيك يطلع ايه؟ البيك يطلع ايه؟ نفس البيك اهو، البيك بتاع السيجنال دي يطلع كام بقى؟ يعني عشان نفهمها افرض مثلا انت مدخل انبوت البرايمري مثلا مدخل 200 الجزء ده البيك بتاعه 200 وسالب 200، افرض الجزء ده 200 والنيجاتيف بسالب 200 تمام؟ طيب مثلا فرضا الترانسفورمر ده طلع ستيب داون مثلا 4 الى 1، افرض الترانسفورمر ده طلع ستيب داون بيقلل الجهد بنسبه 4 الى 1 يبقى الفي سكندري هتطلع كام؟ الفي سكندري هتطلع اسم على 4، ال 200 على 4 فيها كام؟ 50. يبقى ده يطلع 50 ناقص 50، ده مين ده؟ ده جهد السكندري. طب احنا عايزين بقى ايه؟ الفي سكندري على الاثنين. الفي سكندري على الاثنين تطلع كام؟ بدل 50 وسالب 50 تبقى كام؟ هتطلع الفي سكندري على الاثنين هيطلع 25 25 اهو 25 وسالب 25. ده الفي سكندري على الاثنين. ناقص 25 يبقى تاني يا شباب قلنا فور اكزامبل افرض ان البرايمري دخل عليه سورس اس سورس بيشتغل من ناقص 200 ل 200 البيك فاليو 200 يعني والترانسفورمر بتاعي طلع ستيب داون بنسبه 4 الى 1 يعني هينزل الفولت بتاع السكندري للربع يبقى 200 مقسمه على 4 تفاية 50 تمام يبقى البيك بتاع السكندري 50. طب انا عايز الجهد اللي على هاف سكندري نص السكندري كام بقى؟ الفي سكندري على 2 اسم على 2 يبقى نص عدد اللفات عليها جهد 25 سالب 25 والنص الثاني عليه نفس الشكل. طيب يبقى الفي اوت تطلع كام؟ ما انت قلت لي ان الفي اوت هيطلع ايه بقى؟ هتطلع فول ويف يعني كلها بالبوزيتيف. اول حاجه اهو تبقى فول ويف البوزيتيف هي كلها الهاف سايكل البوزيتيف بتعدي بوزيتيف والنيجاتيف بره بتعدي بوزيتيف لان اتجاه التيار هيطلع ثابت طول الوقت والجهد اللي على المقاومه ار ال هيطلع بالبوزيتيف. طب قيمته كام؟ ما انت قلت لي بيساوي الفي سكندري على 2 ناقص 7 من 10 يبقى البي بتاع الفي سكندري على 2 بكام؟ 25 اطرح منه 7 من 10 يطلع كام؟ 24 و 3 24 يبقى الرقم ده يطلع 24 وايه؟ و 3 بس كله ايه؟ فول ويف. ولو كان السبلاي اللي داخل في الانبوت تردده 50 هرتز التردد ده يطلع كام؟ قلنا في الفول ويف تردد الضعف يطلع 100 هرتز تمام؟ يبقى سنتر تاب ترانسفورمر او اسف سنتر تاب فول ويف ريكتفاير الفي اوتبوت بيساوي الفي سكندر على 2 ناقص 7 من 10 تمام؟ والبيك بتاع الاوتبوت هو نفس البيك بتاع السكندر على 2 ناقص 7 من 10. طيب هنيجي هنا للبي اي في البيك انفرس فولتج اللي قلناها المحاضره اللي فاتت بيقول لي ايه؟ البي اي في معناها بيجيب الدايت الريفرس يشوف اعلى انفرس فاليو كام او البيك بتاع الانفرس كام؟ البي اي في اختصار بيك انفرس فولتج. طيب نبص على النص الاولاني، في النص الاولاني اللي هو البوست في هاف سايكل اثناء البوست في هاف سايكل اللي هو من زيرو من زيرو لتي 1 مش اثناء البوست في هاف سايكل الاولانيه كان شباب هو لسه في مشكله في الماوس؟ في حد من زميلكم قاعد بيقول ان في مشكله الماوس مش بيتحرك، هل في مشكله يا جماعه؟ حد يعمل بس ريزند او في مشكلة في الماوس يا شباب ولا راحت؟ الو؟ ايوه ميوت. في مشكلة دلوقتي في الماوس، في حد بعت ان في مشكلة في الماوس ما بيظهرش الحركة بتاعته.
تمام كده شغال كويس. تمام، هو زميلك مندوب الدفعه عليه ان هو شغال دلوقتي كويس. تمام شغال هندسة شغال. شغال. تمام ماشي، هنكمل. ماشي كمل بقى. تمام يا شباب، احنا قلنا من المره اللي فاتت البي اي في معناها بيك انفرس فولتج، يعني بنقي دايود يكون اوف ريفرس واشوف اعلى جهد عليه كام. ليه؟ عشان احنا متفقين ان اي دايود بيشتغل في ريفرس عادي، بس لحد بريك داون. لو انت دخلت جهد اعلى من البريك داون فولتج او حاليا البريك داون فولتج، ممكن يمشي تيار كبير او يحرق الدايود اللي هي الفي بريك داون. عشان كده لازم اعرف الفولت اللي على الدايود ريفرس كام. فقلنا في النص الاولاني في الفيرست هاف سايكل، نجيب بس الماوس ماشي. يا شباب هناخد الدايود دي اتنين في النص الاولاني اللي هو من 0 ل 1، ده البوست هاف سايكل. الدايود اتنين ده اللي هو بالاحمر كان اوف، تمام، يعني المفروض شلته وحطيت بداله اوبن ايه؟ اوبن سيركل. هجيب الفولت اللي على الانود والفولت اللي على الكاثود واطرحهم من بعض، اجيب في دايود واتاكد عليه جهد كام. طب نشوف كده، في انود 2 بيساوي كام؟ في انود 2 اللي على الانود بتاع الدايود الثاني بيساوي كام في الفيرست هاف سايكل؟ ها قلنا بنمشي من الجراوند، عشان اجيب جهد النقطه دي امشي من الجراوند واجمع الايه الفولتجز اللي هتقابلني. طيب الجراوند ده ايه؟ عليها جهد كام؟ بوزيتيف نيجاتيف، يبقى ناقص في سكندر على الاثنين. بوزيتيف نيجاتيف يعني في دروب، يطلع ناقص في سكندر على الاثنين، يبقى ده يطلع ناقص في سكندري على الاثنين. تمام، ناقص في سكندري على الاثنين. طيب ده جهد الانود. طب الكاسود، الكاسود ده عليه جهد كام؟ الفي كاسود 2 على جهد كام؟ ها الكاسود ده همشي من الجراوند برضك، ار جراوند اهي، ار جراوند اهي اللي هي السنتر تاب. طيب نيجاتيف بوزيتيف يبقى في سكندر على 2 بالبوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف 7 من 10 يبقى ناقص 7 من 10، يعني يطلع بوزيتيف في سكندر على 2 اهي، في سكندري في سكندري على 2 ناقص 7 من 10. ناقص 7 من 10. في مشكلة؟ أهو يا شباب عشان أجيب كاسود 2 عملت إيه؟ اخترت الجراوند دي، اخترت الجراوند دي ومشيت منها لحد ما وصلت لإيه؟ للكاسود أو كاسود 2. فقلت نيجاتيف بوزيتيف زد في سكندر على 2، بوزيتيف نيجاتيف البطارية بتاعت الدايت 7 من 10 يبقى ناقص الليل، يبقى ناقص 7 من 10. يبقى كده جبت في انود وفي كاسود، اعمل ايه بقى؟ اطرحهم من بعض. عشان قلنا اي في دايود اجيب الانود ناقص الكاسود، في انود ناقص في كاسود، يبقى الفي دايود بيساوي كام بقى؟ الفي اللي على الدايود ده يطلع كام بقى؟ الفي دايود 2 بيطلع كام في الحاله دي؟ في دايود 2 اطرح. عمال اطرح بقى ناقص في سكندر على 2، ناقص ده هيبقى ناقص في سكندر على 2، ناقص في سكندر على 2 يبقى ناقص في سكندر زائد 7 من 10، ما هو ناقص ناقص الاول تحول لزائد، يعني هيطلع ناقص في سكندري ناقص في سكندري ناقص 7 من 10 زائد 7 من 10 زائد 7 من 10. طرحنا الفي انود ناقص الفي كاسود يا شباب، طرحنا في اي ناقص في كي اهو، طلعت الفي انود 2 ناقص في كاس 2، فناقص في سكندر على 2 ناقص في سكندر على 2 ناقص ناقص 7 من 10 تبقى زي 7 من 10. قلنا خد السالب مشترك، لو خدت السالب مشترك يطلع كام؟ هيطلع ناقص ناقص الفي سكندري ناقص الفي سكندري ناقص 7 من 10 صح؟ طيب انا معترف ان هو بيك انفرس فولتج، انا الاي دي معناها انفرس، يعني انا عارف ان هو انفرس يعني اشاره سالب، انا عارف ان هو اشاره سالب، فما اخدش السالب بقى، يبقى السالب ده هشيلها. يبقى الجهد الانفرس اللي على الدايود الاوف كام؟ في سكندري ناقص 7 من 10. طب انا عايز اعرف الفولت كام ولا عايز البيك بتاعه؟ انا عايز الانفرس فولتج ولا البيك انفرس فولتج؟ يبقى هجيب اعلى بيك في السكندري واطرح منه 7 من 10 فعلا اهو.
يبقى طلع الفي بي بتاع السكندري ناقص 7 من 10. يبقى ازاي بجيب البي اي في؟ بنقي دايت اشوف دايت يكون اوف واشوف فرق الجهد اللي عليه كام، اجيب الفي انود والفي كاز واطرحهم من بعض واجيب الفي دايت بيطلع لي بالنيجاتيف، اشيل الشر السالب اخدها كومون وانا عارف ان هو انفيرس فاشيلها واشوف فرق الجهد كام واجيب اعلى قيمه فيه. ففرق الجهد طلع في سكندري ناقص 7 من 10، ال 7 من 10 ثابته ولكن الفي سكندري فيها في بيك اللي هو هنا في المثال ده اللي احنا ضربناه. فين ده الفي برايمري اللي هو 200 وسالب 200، ال 50 وسالب 50 مش ده الفي في سكندري؟ اما عملت ستيب داون 4 الى 1 يبقى البيك بتاع السكندري كام؟ 50 وسالب 50. خدت السالب 50 دي حطيتها كام؟ او ال 50 اعلى قيمه فيها كام في السكندري؟ 50. يبقى الرقم ده يطلع كام؟ في المثال اللي ضربناه تحت ده هيطلع 50 فولت، اكبر بيك في السكندري 50 ناقص 7 من 10 يطلع 43 و 49 و 3 من 10. المشكله؟ تاني يا شباب يبقى البي اي في بجيبه ليه؟ عشان اعرف الضغط ده عليه فرق جهد في الريفرس كام؟ ليه؟ عشان اجيب الداتا شيت بتاعته، لو قدر يشتغل في الرينج ده او الفولتج ده بدون ما يتحرق تمام، لقيته لا الجهد ده البي اي في عالي عليه اغير الضغط واجيب ضغط من نوع تاني يستحمل بيك انفيرس فولتج اعلى او بريك داون فولتج اعلى، في مشكله؟ يبقى السنتر تاب فول ويف ريكتفاير كل اللي عمله بدل هاف ويف كان في دايت واحد لا بقى في تو دايت وجا من عند السنتر بتاع اسكندري وسماه سنتر تاب لان قسم عدد اللفات بالنص ووصل السنتر بالجراوند. لاحظنا ان في النص الاولاني الضغط الاولاني بيشتغل بمشي التيار في الاتجاه ده في المقاومه، في النص الثاني الضغط الثاني اللي بيبدل معاه ويشتغل ويمشي التيار في نفس الاتجاه، عشان كده طول الوقت هيطلع البولاريتي بتاع الاوتبوت سواء الهاف سايكل البوزيتيف او الهاف سايكل النيجاتيف اللي داخل في الانبوت اللي هو سواء من 0 لتي 1 او من 1 ل 2 الاوتبوت تملي يبقى من 0 لتي 1 الاوتبوت هيطلع بوزيتيف ومن تي 1 تي 2 بردك الاوتبوت هيطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. ليه؟ لان انا عن طريق الدايت الثاني ده حافظت على الاتجاه الكرنت يمشي في نفس الاتجاه في اللود، يعني ماشي من فوق لتحت، يعني ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يعني تملي الجهد بتاع الاوتبوت اعلى من الجراوند يعني بالبوزيتيف، يعني هيطلع لي طول الوقت البلانت بتاعتي بص عشان اسمها فول ويف ريكتفاير، ويعتبر فول ويف ريكتفاير شغال 360 درجه اهو، يعني اشتغل على 360 كلها. اما الهاف ويف لو تاخد بالك كان بيشتغل في ال 180 الاولانيه وال 180 الثانيه كان بيفصل بيطلع لي اوتبوت بكام صفر، لا هو شغال بس هو قلب البلانتي خلاها بالايه؟ بالبوزيتيف. في مشكله؟ طيب هل في طريقه ثانيه؟ هل الفول ويف ريكتفاير ممكن اعمله امبلمنتيشن بسيركت ثانيه؟ اه سيركت اسمها البريدج فول ويف ريكتفاير. ليه سماها بريدج؟ الاربعه دايت دول مع بعض، الاربعه دايت دول بسميهم ايه؟ بريدج. الاربعه اللي متصلين كده، وخلي بالك الاربعه دايت متصلين كده، دايت اتجاهه كده، الثاني اتجاهه كده، والاثنين اللي تحت كده اهو، واتجاه الضغط الرابع مش كده اهو. لو انا بدلت في واحد فيهم السلك مش هتطلع اللي انا عايزه، هتطلع حاجه ثانيه خالص. تمام؟ اهو خلي بالك الضغط ده مش كده اهو، اتجاهه كده اهو. والتاني مش كده. الاثنين اللي تحت ماشيين كده، يعني اكن اللي فوق ماشيين كده واللي تحت ماشيين كده بس يعني ما بينهم في نفس النقطه. تمام؟ لو عكست اي اتجاه واحد فيهم او عكستهم كلهم هيطلع لي اوت مختلف. تمام؟ طيب نمشي واحده واحده كده نشرح السلك دي شغاله ازاي؟ طبعا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في ايه؟ هل اقول الاول الفي انبوت في البوست في هاف سايكل اللي هو من 0 لتي 1 من 0 لتي 1 اللي هي متظلله دي في الهاف سايكل البوست ايه اللي هيحصل؟ البولاريتي بتاعتي هتبقى نيجاتيف البرايمري ادي نيجاتيف بوست تمام؟ هيجينا برضك يبقى نيجاتيف ايه؟ باشمهندس ادي نيجاتيف بوزيتيف ادي الايه؟ ادي البي سكندري. يبقى البوزيتيف جاي فين؟ البوزيتيف جاي هنا اهو، ادي البوزيتيف اهو، ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف جاي هنا اهو. تمام؟ البوزيتيف ده بقى بص كده، البوزيتيف ده جاي مع مين؟ جاي مع الانود بتاع الدايت واحد تمام؟ والنيجاتيف جاي مع الايه؟ مع الجراوند او الكاثود جاي مع الجراوند، يبقى الدايت ده شغال. دي واحد البوزيتيف بولارتي جاي مع الانود والكاثود جاي مع الجراوند، يبقى ده اعلى من ده، الانود اعلى من الكاثود، يبقى هفرض ان الدايت دي واحد ده اون او فورورد بايلت. طب دايت دي ثلاثه اللي هو الاسود ده داخل له بوزيتيف على الكاثود، داخل بوزيتيف على الكاثود، والانود متصل بجراوند، يعني الانود الكاثود اعلى من الانود، يبقى الدايت ده ايه؟ اوف. هفرض ان هو ريفرس بايلت يعني اوبن ايه؟ اوبن سيركت. اما الاون
الاولاني ده هشيله احطه بضرب بطاريه 7 من ايه؟ الاولاني اللي هو دي 1 هشيله احطه بضرب بطاريه 7 من 10. تمام؟ طيب نبص تحت بقى، مش انت قلت لي ان ده نيجاتيف؟ يعني هيجي هنا نيجاتيف اهو، صح؟ النيجاتيف ده واصل بالكاثود بتاع ده، التاود اللي باللون الازرق ده واصل بالكاثود. طب والانود واصل مين؟ بالجراوند. ما هو يبقى الزيرو، ما هو الجراوند اللي هي زيرو، زيرو فولت اعلى من النيجاتيف، يبقى الضغط ده شغال. ما هو الضغط عشان يشتغل المفروض الفي انود تبقى اعلى من في كاثود. في الايديال يبقى الفي انود اكبر من او يساوي في كاثود. في البراكتيكال الفي انود يبقى اعلى من في كاثود ب 7 من 10 فولت على الاقل، اللي هو البيلت ان فولتج. تمام؟ طيب يبقى هنا ده زيرو او جراوند اللي هو الانود، اما الكاثود بالنيجاتيف يبقى البوست الزيرو اعلى من النيجاتيف، يعني ده شغال. طب الضغط ده بقى النيجاتيف واصل مع الانود والبوزيتيف واصل ناحيه الجراوند، يبقى الضغط ده في ان هو ايه؟ اوف. يعني من الاخر ايه اللي حصل؟ الاثنين ضغط اللي بالازرق اللي هم البرق اللي دول ماسين لبعض دول الدياجونال دول ها اون، اما الاثنين دول الاثنين البرق اللي دولت اون او فورورد بايز، اشيلهم واحط بدل البطاريه 7 من 10، يبقى هنا في بطاريه اهي، في بطاريه البوزيتيف مع الانود والنيجاتيف مع الكاثود، قيمتها كام؟ 7 من 10. يبقى هنا هحط بطاريه 7 من 10. تمام؟ وده برضه هحط بطاريه 7 من 10، اما الاثنين دول هيبقى اوبن ايه؟ الدايود دي 3 والدايود دي 4 لما بالاسود هيبقى اوبن سيركت، في مشكله؟ طيب يبقى البريدج اللي هي الاربعه دايود في الهاف سايكل البوزيتيف، اثنين دايود بقى اون اللي هو موازين لبعض، دي 1 دي 2 ودي 3 ودي 4 الموازين الناحيه الثانيه اوف. تمام؟ طيب طالب مني اجيب الفي اوت هيطلع بكام؟ يعني جوه النقطه دي بكام؟ قلنا عشان نجيب جوه النقطه بمشي من الجراوند اجمع الفولتج اللي هتقابلني. طيب ادي الجراوند، الجراوند بتاعتي فين؟ اهي الجراوند بتاعتي الاهي، همشي من عارف ازاي؟ همشي كده سيبال. همشي كده اهو، اول حاجه هتقابلني ايه؟ همشي كده الاول، اول حاجه هتقابلني الدايت ده اون في بطاريه 7 من 10، ده البوزيتيف بتاعها وده النيجاتيف، صح؟ يبقى ناقص 7 من 10، بوزيتيف نيجاتيف يعني قليت، يبقى ناقص 7 من 10. بعد كده هيبني ايه بقى؟ ها هنمشي ازاي؟ احنا قلنا ده اللي قلنا، اسف احنا كده ماشيين غلط، احنا كده ماشيين غلط. اي انا همشي كده تمام اهو، تمام مش هنا لحد تطلع اولاني نيجاتيف 7 من 10، بعد كده همشي كده، همشي كده تمام، هيقابلني هنا الفي سكندري تاني يا شباب، اقول له الفي اوت تساوي ادي الفي اوت تساوي، همشي من الجراوند هيقابلني بوزيتيف نيجاتيف بتاع الدايت اهو اللي هو ده، هيقابلني بوزيتيف نيجاتيف ها، يبقى ناقص 7 من 10، يبقى ناقص 7 من 10. ناقص 7 من 10. بعد كده بعد ما مشيت من الجراوند وقابلت الدايت الاون مشيت كده قابلت نيجاتيف بوزيتيف في سكندري، يبقى زائد في سكندري، زائد الفي سكندري، زائد الفي سكندري. بعد كده همشي كده كده لحد ما اوصل للنقطة هيقابلني الدايت هنا اون والدايت ده في بوزيتيف نيجاتيف 7 من 10، يبقى ناقص 7 من 10، يبقى يطلع بيني تاني ناقص 7 من 10. يعني من الاخر وكده وصلت بقى للنقطة الأخيرة اللي هي الفي اوت، اهي وصلت للفي اوت خلاص اهي وصلت بالنقطه دي، يبقى الفي اوت هتساوي كام؟ في سكندري ناقص 1 من 10 اهو، مش كده؟ في الهاف سايكل البوزيتيف اثناء ما انا مدخل الهاف سايكل البوزيتيف اهو، اثناء ما انا دخلت الجزء ده كده اللي هو من 0 ل تي 1 الاوت خرج بوزيتيف اهو. خلي بالك التار ماشي ازاي؟ التار ماشي برضه كده اهو، ها يعني ده بوزيتيف نيجاتيف هيطلع لي اوت بوزيتيف، قيمته كام؟ كنت طالع الفي سكندري ناقص 1.4 من 10. تمام؟ طيب في النص الثاني بقى في الهاف سايكل النيجاتيف بقى اللي هو من تي 1، لو من تي 1 الى تي 2، الى تي 2 اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده البولاريتي داخله ازاي؟ البرايمر هي اللي بالاشاره، يبقى ده اللي بوزيتيف وده اللي نيجاتيف. تمام؟ ده هيعمل ستيب داون او ستيب اب حسب
بس الاشارات زمنيه، يبقى ده تحت بوزيتيف وده تحت نيجاتيف. طيب هنا بقى النيجاتيف اللي هو ده اهو، اما البوزيتيف اللي تحت ده هيجي هنا اهو. طيب البوزيتيف جاي مع مين؟ جاي مع الانود بتاع الضغط بالازرق اللي هو دي 4 ده، دي 4 تمام، والكاثود مع الجراوند يبقى ده يشتغل. هفرض ان هو فورورد، فورورد هشيله احطه بضرب بطاريه 7 من 10، بطاريه 7 من 10 اتجاهات دي تمام. بعد كده الدايود ده بقى البوزيتيف داخل مع الكاثود اللي هو دي 2 داخل مع كاثود، والانود مع زيرو، يعني البوست الكاثود اعلى من الانود يبقى ما بيشتغلش، يبقى الضغط ده اوف. طب هنا بقى النيجاتيف ده، النيجاتيف ده داخل مع الكاثود بتاع الضغط بالازرق ده اللي هو دي 3، والانود مع الجراوند يبقى ده يشتغل، لان البوزيتيف هيبقى بزيرو فولت اعلى، الانود هيبقى بزيرو ناحيه الزيرو اللي هو الجراوند، اما الكاثود ناحيه النيجاتيف، فده احتماله انه يبقى اون كبير. يبقى هشيله احطه بدل البطاريه 7 من ايه؟ من 10 في نفس الاتجاه، البوزيتيف مع الانود والنيجاتيف مع الكاثود تمام. هنا بقى الدايت ده النيجاتيف جاي مع الكاثود، مع الانود اسف تمام، والكاثود جاي مع الجراوند، يبقى الدايت ده اوف. يعني ايه اللي حصل؟ عكسه بقى، يعني الاثنين اللي كانوا اوف هناك بقى هم اللي اون، بقى دي 3 ودي 4 هم اللي اون، اللي هم اللي لونهم ازرق دلوقتي، ودي واحد دي 2 اللي كانوا اون في الاول في لايف سايكل بوزيتيف بقى دلوقتي ايه؟ اوف، بدلوا مع بعض تمام. عايز برضك اجيب الفي اوت اللي هو جوه دي النقطه دي، هعمل ايه؟ هنمشي من الجراوند هنوصل النقطه دي، برضك هاخد نفس الجراوند اهي، نفس الجراوند اهي. اضطر امشي، همشي ازاي الاول؟ الاتجاه بتاعي اهو، همشي من الجراوند واحده واحده كده، هيقابلني ايه؟ هيقابلني بطاريه 7 من 10 بوزيتيف نيجاتيف، يبقى ناقص اهي الناقصين، ناقص 7 من 10. بعد كده همشي ازاي؟ همشي كده، همشي كده، هيقابلني ايه بقى؟ نيجاتيف بوزيتيف بي سكندري، نيجاتيف بوزيتيف بي سكندري اهي، يعني زائد، نيجاتيف بوزيتيف يعني زد، يبقى زد بكومنت قد ايه؟ في سكندري. بعد كده هنمشي في الاتجاه ده كده، هيقابلني ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف 7 من 10، يبقى ناقص 7 من 10 اهي الترم الثالث، لحد ما اوصل للفي اوت تمام. كده وصلت النقطه بتاعتي خلاص، يبقى بدات بالجراوند تمام. وخلي بالك الكرنت هيمشي ازاي؟ في اتجاه الدايت، الدايت ماشي الاتجاه بتاعه ازاي؟ الكرنت كده، يعني ماشي في نفس الاتجاه بتاع اللي فات، يعني هي كده، يعني الكرنت هيدخل المقاومه من فوق لتحت، يعني الجود ده اللي فاتح المايك، اللي فاتح المايك، يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف، يبقى هيطلع لي جهد بص بردك في النص الثاني وبنفس القيمه اللي هو في اوت، يطلع كام؟ ناقص 7 من 10 زائد في سكندري ناقص 7 من 10، يعني يطلع في الاخر الفي اوت هي الفي سكندري ناقص 1.4 من 10. في مشكله؟ ها يبقى الاوت في البريدج في الاوفر ريكتفاير، الاوت انا ثبتت ان هو في النص الاولاني رغم ان الانبوت ده الانبوت داخل بوزيتيف، هيطلع الاوت بوزيتيف تمام اهو، الاوت طلع بوزيتيف. في النص الثاني رغم انها مدخل الانبوت بتاع السبلاي نيجاتيف، الاوت خرج بوزيتيف. ليه؟ اتجاه الكرنت اللي ماشي في المقاومه هو نفس الاتجاه، بس الجديد ان في النص الاولاني كان الكرنت بيمشي في المقاومه دي عن طريق اثنين دايود اللي هو دي واحد ودي دي ثلاثه او دي اثنين، في النص الثاني بيمشي عن طريق اثنين دايود مختلفين اللي هم بدل معاهم اللي هو دي ثلاثه ودي اربعه، ولكن الكرنت تملي يدخل المقاومه من فوق لتحت اهو، من هنا لهنا، يعني تملي الجهد ده بتاع الاوت اعلى من الجراوند، يعني هو البوزيتيف، عشان كده الاوت تملي هيطلع ايه؟ بوزيتيف بولاريتي. طب قيمته كام؟ قلنا بتطلع الفي سكندري ناقص 1.4 من 10، وبعد 1.4 من 10 اللي هو 7 من 10 بتاع الضغط الاولاني، 7 من 10 بتاع الضغط الثاني، لان كل مره في هاف سايكل اثنين بيوصلوا واثنين بيقف تمام؟ طيب طالب مني اجيب البي اي في. طبعا لو عايز تجيب الفولتج ده بكام الاوت نقدر نجيبه بسهوله ازاي بقى؟ هنا لو انا مدخلت انبوت مثلا 200 اهو، لو انا مدخل الفي انبوت البرايم مثلا 200 وسالب 200 اهو، 200 لو انا دخل ده 200 لو البرايمري 200 وناقص 200 اي سي تمام؟ وكنت عامل ستيب داون 4 الى 1 مثلا زي المثال اللي فات، 4 الى 1
لو انا شغال 4 الى 1 يعني الجهد بتاع الاسكندر يبقى كام؟ هيبقى 50 50 وسالب 50. لو الفيزا كاندر يبقى 50 ناقص 50 فولت و50 فولت. هنا الفي او بتطلع كام؟ قال لي بتاخد البيك بتاع السكندري ناقص 1.4، يبقى اطرح كده 50 ناقص 1.4 يطلع كام؟ 48.6، يبقى الفولت بتاع الاوت البيك بتاعه يطلع 48.6. جبتها منين؟ قال لي خد البيك بتاع السكندري اهو الفي بي بتاع السكندري واطرح منه كام؟ 1.4 فولت. تمام؟ طيب طالب البي اي في، البي اي في قلنا يعني ايه البي اي في؟ عايز اجيب دايت اوف واشوف اعلى انفرس عليه بكام اثناء الايه؟ الريفرس بايست، عشان اعرف ما يستحمل الفرق جود ده ولا لا، عشان لو ما ينفعش بديله اجيب دايت تاني يستحمل فرق جود الاعلى عشان ما يحصلش بريك داون. تمام؟ اي حاجه يعني ناخد مثلا في الجزء الاولاني في نفس الجزء الاولاني ناخد دايت دي 3، مش دايت دي 3 ده كان اوف، هياخد ده الانود اهو، ده الجود بتاع الانود بتاعه اللي هو ايه 3، وده الجود بتاع الكاسود. عايزين نجيب فرق الجهد اللي عليه. فنركز شويه اهو. الانود بيساوي كام؟ الفي انود امشي من الانود واصل بالجراوند يبقى بزيرو. يبقى الفي اي، الفي اي بتاع الدايت 3 صفر. يبقى في اي 3 صفر بزيرو. طب الكاسود، الكاسود لو ركزت كده اهو الكاسود يطلع كام؟ بوزيتيف نيجاتيف، هاخد امشي من الجراوند دي، هنشوف الجراوند دي بوزيتيف نيجاتيف ناقص 7.10 زائد في سكندري لحد ما وصلت للنقطه دي. تمام؟ يعني يطلع ناقص 7.10 زائد في سكندري، يبقى الفي، الفي كاسود 3 بيساوي ناقص 7.10 ناقص 7.10 زائد الفي سكندري. اطرح بقى الانود ناقص كاسود 0 ناقص 7.10 يبقى 7.10 ناقص في سكندري، يعني هيطلع كام الفي دايت؟ يبقى الفي دايت هتطلع، هيطلع ناقص افتح قوس في سكندري زائد 7.10 او ناقص 7.10 صح؟ هنشيل السالب هيطلع لي في سكندري ناقص 7.10 اللي هو ده نفس القيمه اللي فاتت. على فكره يعني البي اي في بتاع الفول ويف ريكتفاير باستخدام السنتر تاب هو هو البي اي في باستخدام بريدج، لو تلاحظ طلعت نفس القيمه، كانت طالعه برضك في سكندري او الفي بي بتاع سكندري ناقص 7.10. كل ما اعمله عشان اجيب بي اي في ادور على دايت كان اوف واشوف الفولت اللي عليه كام، يجيب لي انود او في انود وفي كاسو واطرحهم مع بعض واخد الاشاره السالب مشترك واشيلها عشان عارف ان هو انفرس واشوف اعلى قيمه فيها تطلع كام. فاعلى قيمه تطلع فيها هي الفي سكندري بس البيك بتاعه يعني ناقص 7.10. تمام؟ طيب هي الدايره دي افضل من الدايره اللي فاتت، البريدج افضل من الفلو اوفر تو 5 سنتر تاب. ليه؟ لو تلاحظ خد الاوتبوت هو الفي سكندري ناقص 1.4، هناك كان بياخدها الفي سكندري على الاثنين، كان بينزل جهد على الاثنين، يعني الدايره دي تطلع لي جهد اعلى. لو انا مشكلتي ان عايز اطلع دي سي كبير فالبريدج هتبقى افضل من السنتر تاب لان مش مقسومه، ما فيش دي سكندري على الاثنين. تمام؟ طيب نشوف كده، نفتح بس نفتح المايك للناس نسال لو في حاجه. يا ريت انا السلايد طبعا يا ريت بعد كده جنبك ورقه وقلم، في نقطه او سلايد انت مش فاهم فيها حاجه هسجل لي رقم السلايد جنبك عشان نيجي نفتح الاسئله يبقى انت فاهم. يا ريت بقى كل واحد يعمل ريز هاند وانا هفتح المايك للي عايز يسال قبل ما نكمل الشغل بتاعنا. تمام؟ ده محمود حسن. هو الصوت مفتوح للناس كلها، ماشي. اتفضل يا محمود. هو
القوانين دي بس يعني دي نحفظها ولا لازم نحفظها؟ اه تحفظ القانون النهائي بس. اه بس انا بقول لك، لو انت راجل مهندس صح، تمام. الدايره دي هل انا جيت رزعت الارقام على طول ولا جت ازاي؟ ابتدي الاول. بالظبط. يعني افرض جات لي سيركت انا بعد كده ما اعرفهاش وعايز اجيب يعني مصطلح بيك انفرس فولتج بكام اعرفه، او انا جيت في الامتحان التبس الامر عليا دايره هاف ويف افتكرتها فول ويف وقوانين داخل في بعضها، فانا عايز في دقيقه اجيبها بسرعه هي كانت بكام، هعرف ولا ما اعرفش؟ لو انا فاهم اعرف. اه انت حافظ القانون على طول وحطيته في المساله صح طبعا، لان وقت الامتحان معمول ان انت متدرب وحالم وعارف القوانين، يعني مش مطلوب منك تثبت لي البي اي بي جت منين، مش مطلوب منك تقول لي ان البي اوت ليه طلعت الفي سكندري ناقص 10، مش مطلوب منك، انت هتبقى حافظ النتيجه النهائيه بس. لو جات لي سيركت مختلف عن اللي انا اعرفه وطلبت منك هات البي اوت هتمشي بنفس النهج، بس يعني غالبا بتجي لك الاشكال الكومن سيركتس اللي انت حافظها، يعني مش مفيش جديد ما تقلقش يعني. تمام تمام. ايه تاني؟ بس تمام كده، انا كده تمام. ماشي. محمود زكي اتفضل. محمود زكي دكتور. الو اتفضلي. في سلايد 14. سلايد 14 تمام. طب احنا قلنا دايت 3 ودايت 4 تمام؟ مثلا معلش تاني قولي تاني، معلش السؤال مش سامع. سلايد 14 السلايد ده اول واضحه عندك ولا ما تعملهاش شير؟ تمام. ها دي سلايد 14. حلو. في الدايت مثلا دايت 3 او دايت 2 في الرسمه اللي فوق، في الرسمه اللي فوق دايت 3 او 4 ماله؟ هو احنا مثلا زي لو شلناهم اصلا من الدايره اعتقد ان هم هيأثروا. شيلهم ازاي؟ ما هم في الجزء الاولاني هيبقوا اوف، مش هيأثروا معاك بحاجه. انا بتكلم زي مثلا احنا لو احنا كده كده الدايت رقم 4 تمام، دايت 4 هو بالنسبه لي اوف، فطبعا مش هيعمل لي ريفرس تمام، اما دايت 1 هيتعمل لي ان هو فورورد فهيديني النص اللي فوق. فهندسه انت بتتكلمي على دايت 3 و4 اللي هم الاسود صح؟ الاثنين الهاف سايكل البوزيتيف الاثنين اوف، يعني الاثنين اوبن سيركت. مالهم بقى؟ انت بتقولي لو انا شفتهم هيأثروا على حاجه؟ انا بتكلم على دايت 3 ودايت 2. انا لو شلت دايت 3 دايت 3 و2 ده انا سمعتها 4 ماشي، دايت 3 ودايت 2 طبعا اثنين مهم. في ايه بقى؟ في ايه هكمل المسار ازاي؟ ما هو انا لو المسار بتاعي الجراوند دي منين؟ الجراوند كان هناك باخده من السنتر تاب، كان موجود عندي في السنتر تاب بتاع الترانسفورمر صح؟ صح. هنا هتكملي هتجيبي المسار ازاي؟ يعني هتمشي السيركت بتاعتي، مش انا مش عشان يبقى عشان يمشي كارنت لازم في كلوز لوب صح ولا في جزء اوبن؟ لا ما ينفعش اوبن. لو انا شيلته ده انت عايز اشيليه يعني اخليه اوبن سيركت صح كده؟ لا انا مش عايز امال اخليه شوب سيركت صح؟ انت عايز تخلي ده من ايه؟ اخليه شورت سيركت يعني؟ مش فاهم عايز اطلع عايز اخليه ايه؟ بص شباب دايت 2 الشكل البريدج بالشكل ده كل اليمنت فيها مهم، مفيش حاجه اسمها في دايت ملوش لازمه. ليه؟ هو اي نعم في اتنين بيوصلوا في وقت واحد بس عشان يكمل لك باص. لو حد فاكر في النص الاولاني اللي هي الباشمهندس بتسال عليه دايت 2 ده كان مهم في ايه؟ انا لما جيت اعمل اخد مسار الكرنت او انا عايز اجيب جهد البي اول مشيت ازاي؟ مشيت من الجراوند دي صح؟ قلت في طار هيمشي في الدايت ده مشيت كده بعدين مشيت كده صح؟ مشيت كده كده اهو اتعمل مسار مغلق لحد ما وصلت لايه؟ للجراوند. طب ما الجراوند دي نفس الجراوند دي يعني الكرنت مش في كلوزد لوب ولا لا؟ يبقى عشان اخلق لوب مغلقه ان انا الكرنت بتاعي يمشي فيها هجيبها منين؟ يعني دايت 2 ده مهم يعني انا فاهم انت في دماغك تقول ايه؟ طب ما كنت خلي دايت واحد بس اللي موجود دايت 2 ما فيهوش لازمه عندي، لو انا شلته فين الكلوز دروب او المسار بتاعي عشان اجيب يعني الجراوند بتاعي احسن منها او انا امشي منها عشان اجيب فيها اوت او انا عشان اقول ان في كلوز لوب للكرنت يمشي فيه، ما ينفعش السيركت يبقى في جزء منها مفتوح. هناك كان حاط شغال على الجراوند بتاع سنتر تاب، هنا مفيش سنتر تاب. فالجراوند ده نفس الجراوند ده. حتى بعض الناس ممكن بتشيل المقاومه دي خالص ترسمها هنا يا جماعه، بعض الناس اهي بترسم المعين ده اللي هو بتاع الاربعه دايت كده، حتى في مثال عندكم في شيت كده شيت ثلاثه بعض الناس ترسم المقاومه كده مفيش اعتراض، على فكره هي نقطه واحده وتسمي ده جراوند
على فكرة هي هي صح. حد عنده اعتراض لو عملتها كده؟ مش المقاومة دي موجودة بين النود دي وجراوند؟ يعني ممكن اشيل الطرف ده واوصله هنا، اخلي المقاومة موجودة في النص بتاع البريدج او بتاع البريدج بتاعتي، في مشكلة؟ خلاص يا باشمهندس وصلت ولا لا؟ باشمهندس كانت بتسأل. تمام شكرا يا دكتور. تمام، مين تاني عايز يسأل؟ شباب. دكتور ايوه اتفضلي. الحته بتاعت البيك انفرس فولتج تمام، عايزاها تاني. عشان ليه بس هي 0.7 مش 1.4؟ انت بتقولي انها المفروض 7 من 10 مش 1 من 10 صح؟ لا، اللي هي اخر حته البيك انفرس فولتج، انا عايز افهم ليه حضرتك لما جيت قسمت الانود والكاثود ما فهمتهاش. طيب هعمل شال عني، عايز عيني واحده اللي فوق اللي تحت، الهاف سايكل بوزيتيف والهاف سايكل نيجاتيف، براحتك اي حاجه. تمام، مثلا في النص الثاني في النيجاتيف، تمام نجيب القلم بس. تمام، في النص ده احنا قلنا الاثنين بالازرق اللي هو دي 3 ودي 4 هم اللي شغالين، اما دي واحد مش شغال صح، اوف صح. انا هشغل على دي واحد مثلا، هسمي ده انود واحد، الانود بتاعه اهو، ده انود واحد اهو، وهسمي ده كاسود واحد، في اعتراض اهو اهو، هقول في انود واحد الجود بتاع الانود الاولاني بتاع الدايود الاولاني، يعني طالما في كذا دايود لازم تحدد لي انود واحد ولا انود اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. طيب جود النقطه دي اجيبها ازاي؟ قلنا بنمشي من الجراوند ونجمع الفولتج لحد ما نوصل للنقطه دي. طيب فين الجراوند بتاعتي؟ الجراوند تحت ايه؟ الجراوند تحت ايه؟ تمام؟ ها؟ همشي من الجراوند هيقابلني ايه؟ الدايود دي ثلاثة ده كان اون، يعني كان شغال، يعني هشيله احطه بدل البطارية 7 من ايه؟ من 10 اتجاهها كده، صح؟ يبقى انا ماشي لحد ما اوصل للنقطة دي قابلت ايه؟ لحد الانود ده وصلت ايه؟ قابلت ايه؟ قابلت بطارية بتاعت الدايود الاون اللي هو دي ثلاثة، بوزيتيف نيجاتيف، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يعني قليل يبقى بالناقص، يبقى الفي انود بناقص 7 من 10. في مشكلة؟ تمام. الكاسود بقى، الكاسود ده عايز اجيب الجهد بتاعه، همشي من الجراوند دي كده، همشي بوزيتيف نيجاتيف ناقص 7 من 10 اهي، بعد كده همشي كده اهو، همشي كده 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 لحد ما اوصل كده، لحد ما اوصل النقطه دي، عديت عليها يا باشمهندس بقى لحد ما جبت، اما مشيت من الجراوند الرحله دي من الجراوند لحد كاسود واحد، مشيت على ايه؟ عديت على ايه؟ عديت على بوزيتيف نيجاتيف 7 من 10 اللي هو بتاع الدايت دي 3، وبعد كده عديت على نيجاتيف بوزيتيف في سكندري، بعد كده عديت على بوزيتيف نيجاتيف 7 من 10 بتاع الدايت 4، يبقى كده الجهد بتاعي كام؟ نمشي واحده واحده، من الجراوند بوزيتيف نيجاتيف يبقى ناقص 7 من 10، يبقى الفي كاسود واحد بتساوي ناقص 7 من 10 ناقص 7 من 10 اللي هو ده اللي هو بتاع ده 3، تمام بوزيتيف نيجاتيف، بعد كده قابلت بوست نيجاتيف بوزيتيف يا زائد ده الفي سكندري، يبقى زائد الفي سكندري، يبقى زائد الفي سكندري، هكتبه بس في اس عشان ما فيش مكان. بعد كده قابلت ايه وانا ماشي كده بعد سكندري؟ قابلت ايه؟ البطاريه 7 من 10 بتاع الدايود 4 اللي هو كان اون اللي هو بالازرق ده، قابلتها ايه بقى وانا ماشي؟ بوزيتيف نيجاتيف، يعني من كبير لقليل قليت، يبقى ناقص 7 من 10، يبقى ناقص 7 من 10 ناقص 7 من 10. اطرحي بقى كده يا باشمهندسه، اطرحي في انود واحد ناقص في كاس واحد يطلع ايه؟ يبقى الفي دايود واحد يطلع كام؟ اطرحي بقى ناقص 7 من 10 ناقص 7 من 10 يطلع كام؟ او اسف اطرح انود ناقص كاس كده، عملنا ايه؟ هي حاجة مش تمام، هي دي انود ماشي، اطرح كده ده هيطير مع ده، تمام كده؟ دي انود واحد، اما اطرح ناقص 7 من 10 ناقص 7 من 10 يبقى كانها زائد 7 من 10،
بس اما اطرح هنا بقى اما اجي اطرح دول يطلع لي كام؟ هيطلع ناقص في اس او في سكندري ناقص في سكندري زائد 7/10. مش المهندسه اللي بتسال عندك اعتراض؟ طرحت بس طرحت فما جيت طرحت في 7/10 هتيجي مع 7/10 اللي هي دي ناقص 7/10 ناقص ناقص يبقى زائد فهيطيروا مع بعض ويبقى ناقص في اس ناقص ناقص يبقى زائد 7/10. في مشكله؟ هاخد السالب مشترك ليه؟ لان لما بيقول لي انفيرس المفروض انا واخد بالي ان هو بالنيجاتيف فلازم اخد السالب معاه. ناقص الفي سكندري خدت السالب المشترك بقت ناقص في سكندري ناقص 7/10. في مشكله؟ ادي ناقص 7/10. انا اكمن هو قايل لي بيك انفيرس فولتج انا معترف ان هو انفيرس. زي ما اقول لك انت خسرت كام؟ ما تقوليش خسرت ناقص 1000، خسرت 1000 انا عارف ان انا وانا بجمع هقول لك كسبت 10000 جنيه يبقى في 10000، خسرت 1000 يبقى ناقص 1000، انا عارف ان خسارة بالناقص، فكلمه انفيرس ما ينفعش احط سالب خلاص يبقى السالب ده هشيله. يبقى الانفيرس فولتج طالع كام؟ في سكندري 7/10. طب في 7/10 ثابته اما الفي سكندري متغيره اكبر قيمه فيها كام؟ انا عايز البيك يطلع في بيك سكندري، ففعلا طلع البي اي في البيك بتاع السكندري ناقص 7/10. في مشكله؟ مقتنع يا باشمهندس كده؟ ايوه تمام شكرا يا دكتور. العفو. مين تاني؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ ولا نكمل؟ طيب بس كل مره يبقى جنبك السلايدز التمام اللي هتبقى مترقمه، ترقم السلايد وتحدد لي الرسمه اللي انت واقف فيها او المعادله بحيث ان احنا نختصر وقت شويه. تمام؟ نرجع كده بس نقفل ال طيب هنقفل الصوت تاني. تمام نكمل. تمام يبقى الفول ويف عندي طريقتين، اما طريقه السنتر تاب فول ويف ريكتفاير اما طريقه البريدج. وتيك كير او بص خدها قاعده كده يا ريت تعملها في البيت مع نفسك يعني. خد السيركت دي تاني، خد السيركت دي تاني وقلب دايود واحد يقلبه العكس يعني خليه كده. انا بس اجيب القلم. السيركت دي هتقلب الدايود واحد هتخليه كده دايود واحد ودايود اتنين هتقلبه دايت 2 هتقلبه تخليه كده. ارسم السيركت دي هي بس اقلب الاثنين دايت اللي في الدايره. تمام؟ وبقيت الدايره زي ما هي. هتلاقي السيركت دي بتخرج لك ايه؟ السيركت دي هتلاقيها بتخرج كده. هتخلق في نفس السايكل الاولانيه هتطلع لي اوت بالنيجاتيف، الثانيه هتطلع لي اوت بالنيجاتيف، يعني من الاخر ايه؟ الهدف من الريكتفاير توحيد البولاريتي. مش فارق معايا اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، طبعا فارق معايا في ايه؟ انت طبعا اول اتصالات هتعملوا بروجكت ان شاء الله قريب يعني باشمهندسات في باشمهندس هندسه وباشمهندس امان ان شاء الله في السكشن. هنطلب منكم بعض الناس هتعمل مشروع طلع لي دي سي، بعض الناس هنطلب منها انا عايز دائره تحويل اي سي لدي سي وعايز طلع لي بوزيتيف 5 فولت ثابته، واحد ثاني اقول له انا عايز بوست نيجاتيف 20 فولت ثابته يعني او نيجاتيف 20 فولت دي سي، يعني عايز فولت دي سي بالنيجاتيف. يعني احيانا بيبقى طالب مني نيجاتيف فولت في الدي سي فلازم اشتغل نيجاتيف في الويف ريكتفاير. بعض الناس بتسمي الدايره دي سنتر تاب في الويف ريكتفاير بس بوزيتيف، بوزيتيف لانها بتعدي البوزيتيف. لو انا قلبت التو دايودز، لو انا قلبت التو دايودز يعني الدايود ده قلبته والدايود ده قلبته، الدايره بما هي بوزيتيف في الويف ريكتفاير بتتحول لنيجاتيف في الويف ريكتفاير. مش مشكله. الهدف ان اخلي البولاريتي في حته واحده عشان اخلي الافرج موجود مش بزيرو، لان لو الدايره بتاعتي لو السيركت بتاعتي بتطلع لي نص بوزيتيف ونص نيجاتيف الافرج بيطلع بصفر زي ما اتفقنا المحاضره فاتت. اما الفول ويف بيوحد البولاريتي النصين يعدوا بوزيتيف او الاثنين يعدوا بالايه بالنيجاتيف. ازاي بتخليه نيجاتيف؟ تقلب الدايودز كلها الاثنين دول ايه نيجاتيف. نفس الكلام هنا الاربعه دايود دول لو قلبتهم يعني لو خليت الاربعه دايود باصين كده، لو خليت الاثنين دول باصين كده والاثنين دول باصين كده يعني العكس، الدايره دي بدل ما هي بتعدي البوزيتيف الدايره دي هتطلع لي كده هتبقى نيجاتيف فلو ريكتفاير هتطلع لي كده. وفي مساله في الشيت معاكم على كده
في مساله في الام اس كيو في شيت 3 عامل كده مديني نفس السيركت دي بس قلب الدايز كلها، يعني ده اقلبه يبقى اتجاهه كده. بس لازم اقلب الكل، اما لو قلبت واحد او اثنين وسبت الاثنين تانيين غلط مش هيطلع اللي احنا عايزينه خالص. يبقى اتجاه الدايتس بالشكل المرسوم في السلايدز كده بيطلع لي بوزيتيف فلو ريكتفاير. لو قلبت كل الدايتس العكس يعني قلبت الانودز كلها كاثود وكاثودز انودز خلاص بيطلع لي نيجاتيف فلو ريكتفاير. ليه؟ احيانا بحتاج احول اي سي تو سي، بس الدي سي اللي محتاجه بيبقى من نيجاتيف، هو طالب مني انا عايز ناقص 20 فولت ثابت او ناقص 50 فولت ثابت، فلازم ادور على نيجاتيف فلو ريكتفاير او نيجاتيف هاف ريكتفاير. اي دايره شرحناها بتطلع بوزيتيف اللي بالدايودز هتقلبها نيجاتيف. عايز تتاكد اقلب الدايودز ويبدا يعمل اناليسيس بنفس الطريقه اللي اشتغلناها هتطلع الاجابه صح معاك. في مشكله؟ دي مساله سريعه على اللي احنا واخدينه بسرعه. المساله عاديه بيقول ايه؟ وات ذا تايم، هو طبعا مديني السيركت قدامي اهي. السيركت دي طبعا اول ما اشوفها الاول وهله كده انا عارفها دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت مين يا جماعه؟ القلم بس فين القلم؟ اهي دي دايره ايه يا جماعه؟ دي السنتر تابت في الويف ريكتفاير اهو، ترانسفورمر السكندري بتاعه مقسوم من النص بالظبط ومتوصل بالجراوند، بسميه سنتر تابت ترانسفورمر او بسمي الدايره كلها سنتر تابت في الويف ريكتفاير عشان اميز بس البريدج عن السنتر تاب. تمام؟ طيب بيقول لي اول مطلوب لي ايه؟ وات ذا تايب اوف ذا سيركت؟ واللي وات ذا تايب اوف ذا سيركت طبعا السيركت اقول له ايه؟ فلو ريكتفاير سنتر تاب او بسميها سنتر تاب فلو ريكتفاير. تمام؟ طيب بيقول لي ايه؟ تاني مطلوب بيقول لي وات از ذا توتال بيك سكندري فولتج. اول حاجه قبل ما ابدا طالما مديني الانبوت ار ام اس او ساعات بيكتبوا اي سي، ساعات بيكتب لك 120 فولت اي سي، لو كتب 120 فولت اي سي يبقى ده ار ام اس برضك. كلمة ار ام اس يا جماعة عشان انتوا اتصالات يعني اعترفوها بتفصيل قدام او انتوا المفروض يعني خدتوا لمحة عنها في السيركت. كلمة ار ام اس عشان بس ما حدش يسأل فيها تاني، ار ام اس اختصار روت مين سكوير. لو انا عندي ده فولت بيها الجزء التربيعي للفي اوف تي مثلا اهو، سكوير كلمة ار ام اس اختصار روت مين سكوير. روت اللي هو الجزء التربيعي، روت اهو، مين يعني متوسط اللي هو افريج اللي هو البار ده البار ده، وسكوير المربع اهو انا عامل في سكوير. يبقى كلمة الار ام اس هي الجزء التربيعي المتوسط مربع السيجنال. انت هتاخده بالتفصيل في السيركت ان مربع السيجنال افريج يعني في سكوير افريج بنسميها الباور، دي الباور بتاعت السيجنال. انا ببقى الجزء التربيعي بقى، يبقى الار ام اس هو الجزء التربيعي المتوسط مربع السيجنال او متوسط مربع الفولتج السيجنال اللي عندي، اللي احنا بنقول عليها في كوميونيكيشن او في اتصالات بنقول عليها جذر الباور. ده جذر الباور بتاع السيجنال. ليه بهتم بالار ام اس؟ كل الاي سي يعني عندك، لو عندك في المعمل اي سي فولتميتر، الفولتميتر يا جماعه لو عنده داخله سينسودال سيجنال زي كده، داخله سينسودال سيجنال زي الشكل ده، ما بيقيس البيك فاليو ولا الافريج، بيقيس الار ام اس. فاحنا بنهتم بالار ام اس لان كل الاي سي مالتي ميتر اي قرايه بتقراها في الاي سي لو انا مظبطها على الاي سي مود بيقرا الروت مين سكوير، والروت مين سكوير قلنا هي جذر الباور. خلاص؟ جذر الباور او الجذر التربيعي المتوسط مربع السيجنال او ساعات بيسموه الافكتيف فاليو، بنهتم بيه في العملي لان اي اي سي اميتر غير الاسوسكوب. طبعا الاسوسكوب بيطلع لي الويف فورم قدامي بقدر اميز البيك وكل حاجه، اما لو عندي اي سي اميتر فولتميتر بيقيس القيمه ار ام اس، القيمه اللي بيطلعها لك للسيجنال اي سي اللي بتقيسها ده ار ام اس. عشان كده لو كتب لك 110 ار ام اس او 110 اي سي اعرف دي الار ام اس، عشان احولها لبيك بضرب في جذر 2. الفي بيك اهو اول حاجه البرايمري هيطلع كام؟ الرقم ده اللي هو يعتبر 110 جذر 2. يبقى البيك فاليو، يبقى انا مدخل انبوت اي سي سينسودال اهو، البيك بتاعه بيساوي 110 جذر 2. تمام؟
110 جذر 2 لو ضربت 110 في جذر 2 اللي هي 1.4 هيطلع عليه 155 بالكسر اللي هو ده. يبقى البرايمري اخد الار ام اس اضربها في جذر 2 طلع لي الفي بي خلاص. يبقى الفي بي بتاع البرايمري اللي هو 155 و56%، تمام، سالب 155 و56. الترانسفورمر ده كام لكام؟ تنس ريشيو بتاعته 4 الى 1، يعني بيعمل ستيب داون بيقلل الجهد من 4 ل 1، يعني بيقللها الربع. عشان كده لو قسمت الرقم ده اللي هو 160 تقريبا، لو قسمته على 4 يديك 40 اللي هو 38 مكسر ده. يبقى الفي سكندري جبته منين؟ الفي سكندري ده كله من هنا، من هنا لهنا. خلي بالك الفي سكندري يطلع ايه؟ خد الفي برايمري اللي هو 155 و6 قسمه على 4 طلعت 38 مكسر، في مشكله؟ تمام. هو اول حاجه بيقول ايه؟ وات ذا توتال بيك اوف سكندري فولتج؟ البيك بتاع سكندري فولتج كام؟ 38 و89%. اهو اهو الار ام اس طبعا بتاع البرايمري قلنا، البرايمري بقى البيك بتاع البرايمري قلنا ضربنا في جذر 2. طب يبقى الفي سكندري طالع كام؟ نفس الرقم ده اللي هو الفي بي بتاع البرايمري بس قسمت على الاربعه. ليه؟ ان الترانسفورمر اللي في الدائره ستيب داون 4 الى 1. تمام؟ طيب طالب بعديه بقى؟ هات البيك فاليو اكروس اتش هاف اوف ذا سكندري. اه هاف اوف سكندري يعني كل نص من السكندري بقى عليه كام؟ نص القيمه دي. وعايز البيك يعني الفي سكندري طلع كام؟ 38 وشويه. اقسمها على 2 يبقى مقسم على 2 تطلع لي كام؟ 19 مكسر. اهي طالما الجهد اللي من هنا لهنا البيك بتاعه 38 مكسر، يبقى اجيب الجهد اللي على النص اللي هو الحته دي بس. الجهد اللي على النص اللي هو الحته دي اللي هو بي سكندر على 2 مديه بيك قد ايه؟ نص ده. يعني هتطلع لي سيجنال نفس السيجنال بتاع اسكندري ولكن البيك اضعف شويه، النص اللي فوق بدل ما هو 38 هيطلع لي 19 وكسر. هيطلع 19 19 و4 من 10. في مشكله؟ طيب عايز سكتش ذا فولتج اكروس الار ال. اللود ده، اللود ده يعمل ايه؟ مش احنا قلنا اللود ده بيمشي فيه كرنت ثابت في الاتجاه ده مره في النص الاولاني عن طريق دايد واحد، عن طريق دايد واحد، ومره في النص الثاني عن طريق دايد اثنين، صح؟ تمام؟ يعني الاوت هيخرج كمان لايه؟ بوزيتيف، يعني فول ويف اهو. يبقى الاوت اللي هيخرج على اللود اهو الار ال اللي عليها جود قد ايه؟ هيطلع فول ويف ريكتفايد اهو. المفروض احرك بقى حافظ الفكه النهائيه اللي احنا استنتجناها، يعني طلع ان الفي اوت بيساوي كام؟ الفي اوت كانت طالعه في حاله السنتر تاب فول ويف سنتر تاب كانت طالعه في سكندر على الاثنين ناقص 7 من 10. كانت طالعه في سكندر على الاثنين ناقص 7 من 10. طب ما الفي سكندر على الاثنين طالع كام الفولت بتاعه؟ كان طالع 19 وشويه، 19 و4 اطرح منه 7 من 10 طلعت لي كام؟ اسف ده هو عايز الاول سكتش، اسف عايز الاول سكتش الاوت اهو. سكتش الاوت طلعناها الاوت طلع فلو ويف اهو، فلو ويف ريكتفايد. الكوم بتاعه طلع كام؟ الفي سكندري على الاثنين اللي هو ده، الفي سكندري على الاثنين بس اطرح منه 17. لو خدت 19 و4 4 بوينت 4.45 عشان نبقى صح، يعني بوينت 4.45 لو طلعت منها 17 هتلاقي الرقم ده اللي هي 18.17 تقريبا. في مشكله؟ طيب عايز بعد كده البيك كارنت ثرو اتش دايت. عايز الكارنت اللي يمشي البيك بتاع الكارنت يمشي بالدايت. ما هو الدايت واحد لو مش بكارنت بيروح فين؟ بيروح على المقاومه. طب ما دايت اتنين لو مش بكارنت بيروح فين برضك؟ بيمشي على المقاومه. طب خلاص يبقى الكارنت اللي انت عايزه اكروس اتش دايت، الكارنت اللي في دايت واحد هيمشي بالمقاومه ار ال، واللي في دايت اتنين هيمشي في ار ال، وطالعين عند بعض لان الجهد واحد. فرق الجهد في النص الاولاني هو نفس فرق الجهد في النص الثاني. يبقى انا رايح دماغي اخد الفي ار، الفي بتاعت اللود واقسمه على الار اللي هي الواحد كيلو اوم. قال لي اللود بار يديني الكرنت. اسهل لي اجيب الكرنت ازاي؟ اقسم يبقى الاي لود الكرنت بتاع اللود، الاي لود اخده بيساوي الفي اللي على اللود على الار. الفي اللي على اللود الفي ال على ار ال. هو طبعا ما طلبش سكتش عشان ما سمناش. يبقى الكرنت يطلع ايه؟ بنفس الشكل بالظبط بس هينزل على 1000. ليه؟ ده بقسم على 1 كيلو اوم، يعني هينزل نفس هيطلع نفس الشكل السينسودال ده اللي هو فول ويف بالظبط
بس مقسوم على 1000. هو مش عايزه، عايز البيك بس. طالب في ايه؟ عايز البيك كارنت. يبقى البيك كارنت هو نفسه البيك فولتج بتاع الاول مقسوم على ار ال، يعني يطلع على 1000. يعني حركه معاه معشيه هيطلع 1.8 اهو. يبقى البيك كارنت، البيك كارنت اتش كذا هيطلع لي كام؟ على 1000. يطلع لي كام؟ هي في هنا حاجه مش مظبوطه على 1000. اسف. تمام. لا مظبوط. على 1000 مقسم على 1000 يا جماعه هيطلع الرقم ده بالظبط، اللي هيطلع 18 من 1000 امبير، او ممكن تقول ان هو طالع 18 ملي امبير. في مشكله؟ خلاص. يبقى اقسم الرقم ده على 1000. ممكن اخده نفس الرقم وخلي الاسكيب ملي امبير. تمام. يبقى البيك كارنت هو نفسه الفولتج اللي على، او الكارنت بتاع اللود. هو طبعا بيقول لك هات الكارنت ثرو اتش دايت، مع كل دايت هيمشي فيه كارنت هيمشي نفس الار ال، فالكارنت اللي ماشي بالدايت هو نفس اللي ماشي بالار ال. بيساوي كام؟ بيساوي الجهد ده اللي هو الفي ال على ار ال، قسمته على 1000. فالرقم ده هيتقسم على 1000، يا اما اقوله هيطلع نفس الشكل بنفس الرقم ولكن بدل فولت اسميه ملي ايه؟ ملي امبير. تمام. فيطلع 18 من 1000 امبير او 18 ملي امبير وكسر ده. طب البي اي في، البي اي في اجيبها ازاي؟ طبعا الرقم ده في مشكله، في واحد ناقص انا كنت صلحتها بس مش عارف. ها البي اي في لو تفتكر البيج انفرس فولت كان بيطلع الفي بي بتاع السكندري 7/10. فين السكندري؟ اهو الفي بي السكندري طلع 38 89%. اما اطرح منها 7/10 هيطلع الرقم ده، بس الرقم ده مكتوب غلط. هو هيطلع 83 38 و191 من 1000. يعني في واحد ناقص هنا، في واحد هنا بعد العام عشريه ناقص. في مشكله؟ خلاص. سيركت عاديه طبعا جابها لي بقى على اي ام اس كيو، اديني كذا اجابه واختار من الرقم مش مشكله. ده مثال توضيحي على ازاي كنت اقدر احل. طبعا عشان الوقت، بس عشان الدكتوره فاطمه احنا هنكتفي بكده، ونشوف لو في حد عنده سؤال هنفتح المايك كده 5 دقائق. لو حد عنده سؤال في الجزء اللي فات او عامه في المحاضره يتفضل. مصطفى احمد اتفضل. مصطفى انا عملت لك امر ايه؟ اتفضل. بقول لك دكتور اتفضل. الجنبل اللي قبل اللي احنا حليناه. المساله دي تمام. ايوه كده واضح عندك، ظهرت في الشاشه ولا لا؟ تمام تمام. هو هنا الجذر 2 ده بيبقى ثابت؟ لا مش ثابت، حسب نوع السيجنال. هو احنا اللي ثابت عندنا الاي سبلاي اللي عندنا سينسودال ولا بيتغير؟ بيتغير. لا يعني عمرك البريزه اللي عندك الاي سبلاي اللي في البيت او في الاكاديميه هنا او في اي حته بيشوفه سينسودال ولا بياخد شكل تراي او سكوير؟ يا باشمهندس السبلاي عندنا، الاي سبلاي اللي موجود عندنا في اي حته هيطلع سينسودال. فلو طالما سينسودال يطلع جذر 2. اما انا بقى لو بمتحنك بقول لك انا عندي سيجنال، مش انا قلت لك يعني ايه ار ام اس؟ انا قلت لك يعني ايه ار ام اس؟ جذر الباور صح؟ تمام. اهو حتى بس حاجه، جذر الباور، الباور بتاعت اي سينسودال سيجنال في بيك سكور على 2. الباور بتاعت اي سينسودال في بيك سكور على 2، باخد لها الجذر يطلع كام؟ جذر 2. هيبقى في بيك على جذر 2، ده الار ام اس. يبقى الفي بي بيساوي كام؟ اضرب طرفين في وسطين يطلع جذر 2 رقم. عارف لو هي تراي؟ عارف لو هي تراي؟ يعني لو انا هفتح بس السلايد بس كده. بس طبعا ده ليه ما بنهتمش بيه؟ لان ما فيش حد بياخد الاي سبلاي من الحيطه سكوير او تراي. لو انا ضحكت عليك وقلت لك انا هندخل انبوت اي سي كده، مش التراي ده اي سي ولا مش اي سي؟ اي سي يعني الترنيتيف كارنت، يعني متغير في البولاريتي والامبليتيود صح؟ التراي ده اي سي ولا مش اي سي؟ بس مش ده اللي موجود عندي، مش ده السبلاي اللي احنا بنشتغل بيه. لو عندي تراي عارف الباور تطلع كام؟ تطلع في بيك سكوير على 3. الباور بتاع التراي بيطلع في بيك سكوير على 3. وانا قايل لك الار ام اس جذر الباور، هات الجذر كده يطلع كام؟ في بيك على جذر 3. يعني الار ام اس فاليو او الفي بيك بيساوي كام؟ جذر 3 في الار ام اس. ايه ده؟ يعني الجذر 2 او جذر 3 بتتغير حسب شكل السيجنال؟ حسب شكل السيجنال. بس احنا ليه الديفولت الدكتور عمال كل شويه يقول جذر 2 جذر 2؟ لان احنا بنتكلم ازاي نحول اي سي سيجنال الاي سي اللي عندي. يعني زي التشارجر بتاع الموبايل عندك، انت بتشحن الاي سبلاي اللي عندك ايه؟ سينسودال، عمره ما هيبقى تراي وعمره ما هيبقى سكوير.
انا بقى لو عايز تشوف بتفهم ولا لا، انت راجل مهندس قلت لك انا مدخل لي انبوت سكوير ويف، هتتغير. عارف السكوير بتطلع كام؟ البار بتاعتها بتطلع في بيك سكوير. الفي بيك سكوير لما اجي اخد لها الجهاز تطلع كام؟ في بيك بس على طول، يعني الفي بيك هتطلع نفسها الفي ار ام ايه؟ ار ام اس. فاهم قصدي؟ يعني جذر اثنين ده ثابت. لو انا فارض الانبوت سينسودال، انا من ساعه ما اشتغلت في الريكتفاير هل رسمت شكل غير سينسودال؟ لا. لا ليه؟ لان انا دماغي كلها متركزه طالب عنده ايه سبلاي في البيت او في الكليه او في اي مكان، وعايز يحوله لدي سي عشان يشحن الموبايل، عايز دي سي 3.7 فولت، عايز دي سي 10 فولت، عايز دي سي 20 فولت، فبعرفه الطريقه ازاي احوله، فبنهتم بيها لان كل السبلاي اللي في كل الدنيا في مصر هو سينسودال، او في اي حته في الدنيا سينسودال، هو الاختلاف بس التردد، يعني امريكا مثلا هتلاقي التردد بتاع السبلاي 60 هرتز. احنا عندنا 50 هرتز. تمام؟ في مشكله؟ تمام. عندنا 220، الرقم بتاعنا اللي هو 220 اللي انت تتابعه ده ار ام اس. يعني انا عندنا السبلاي بتاعنا 220 ار ام اس، يبقى البيك فاليو بتاعته كام؟ 220 جذر 2. ليه جذر 2؟ لان انا شغال سينسودال شيب. اما لو غيرته تراي او سكوير او ترابيزويد او اي شكل تاني، لا الرقم ده هيتغير، جذر 2 دي هتتغير. بس مش مشكلتنا دي، مشكله بقى ايه؟ انا كده بمتحنك في سيجنال او في رياضه، مش بمتحنك في، انا عايزين نركز على الالكترونكس ان انت تحول شكل لشكل. فجذر 2 فيكسد ثابته على اساس ان انا مدخل سينسودال اي سي سبلاي، وطبعا كل الاي سبلاي موجود عندنا كلها سينسودال شيب. في مشكله؟ لا تمام كده. تمام. ها ايه تاني؟ حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ خلاص تمام. بالنسبه للشيت 3 يا جماعه، شيت 3 عادي انت مش هتقدمه الا لما تخلص مع الباشمهندس، الباشمهندسة هتحل فيه جزء، هو طبعا في بتاع 30 مساله ولا حاجه، المفروض الباشمهندسة بتحل لك مثلا نصه 60% منه و40% هتلاقي الافكار متكرره، يعني دايره هاف ويف هتلاقي مكرره بتاع 7 8 مرات 10 مرات، فول ويف سنتر تاب هتلاقي 5 6 مرات ثانيه، لا هتلاقي الافكار واحده لاختلاف ارقام، او بلعب معاك حسبه كرنت، حسبه فولتج، حسبه باور، يعني حسبه افريج، يعني الشيت سهل جدا، بس احنا منوعينه ومكترين بعض المسائل عشان نوريك افكار الام سي كيو ممكن تجيلك ازاي، لان لو امتحاننا اونلاين هيبقى الامتحان شكله ازاي، فبنعودك على الشكل بس وبندربك، مش مطلوب منك او باشمهندس يحل كل اسئله، هيحل لك الاغلبيه او 60% وانت تحل الباقي، لان المسائل المشابهه مش شرط نحلها لك. مصطفى اتفضل، انا عملت لك ميوت، اسال مصطفى. ايوه هو ده كنت بتكلم عن الامتحان اونلاين الكويز تاني، حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان احنا هنمتحن اونلاين كويز، هو الكويز بقى ان شاء الله هيبقى امتى؟ انا بقول الامتحانات عامه، ما قلتش كويز او ميد ترم. اولا انت مش يعني مالكش امتحان دلوقتي، يعني ما تقلقش، يعني قبل الامتحان باسبوعين انا هقول لك، او اسبوع على الاقل، يعني وعد مني لما كنا امتحنك يا قبلها باسبوع 10 ايام اسبوعين مش اقل من كده، فانت مؤقتا لا لو انت ركزت، انت ركزت على السلايدز الاولانيه اللي انت خدتها، تقسيمه الدرجات الكويز بتاعك، يعني انا يعني مش هعمله قبل السادس او السابع بالنسبه لك انت. تمام؟ لان انت مالكش ميد ترم، مالكش ميد ترم في الالكترونكس، لو انت خدت بالك في تقسيمه الدرجات مالكش ميد ترم الكترونكس، فانا هعرفك قبلها على الاقل. فيعني مؤقتا انت الامتحان بتاعك كويز، اول كويز ليك ممكن في الاسبوع السابع او بعد تمام. انت بس انت غير باقي الناس، انت غير باقي الناس. انا وعد مني قلت لك اقول لك قبلها باسبوعين. تمام ماشي يا دكتور، شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ ماشي، السلام عليكم، عشان الدكتورة فاطمة بقى تلحق تشتغل معاكم.